هذا اللقاء اليوم اللي هو ديال لقاء ديال اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، اليوم تحضروا ممثلين عن جميع القطاعات، تحضروا هنا بوزارة التضامن الاجتماعي والأسرة باش نقدموا أولا التقييم ديال البرنامج الوطني الأول، وشنو نجح فيه وشنو ما نجحش. كاين هناك كان تقدم فيما يخص يعني تم دروس بعد، ولكن العدد بقى ضئيل. النقطة اللي كانت او النقط اللي كان فيها يعني خص فيها واحد التطور اكثر، لان النتائج ما كانتش عند الانتظارات، هو التشغيل ديال الاشخاص في ذوي الاعاقه. اللي هناك القطاع العام اللي شغل على 7%، وكل سنه كاينه المباراه الموحده اللي كتوفر، هذه السنه وفرت 200 منصب شغل لاشخاص في ذوي الاعاقه، ولكن التفعيل ديال هاد 7% بصفه عامه في القطاع العام كانت ضعيفه. وطبعا هناك ليس هناك اي اطار يؤطر تشغيل في القطاع الخاص. النقطة الأخرى اللي كانت هي بانت أنها ما كانش فيها نتائج هي الولوجيات يعني ضعيفة جدا. فالتصور الجديد اللي شغلت عليه يعني القطاعات في هاد السنة باش تحط واحد التصور جديد، طبعا أيضا كانت عندنا لقاءات مع المجتمع المدني، هو أن يكون أولا لا بريفونسيون يعني الوقاية، باش نعرفوا في سن مبكر شنو هو، واش كاين الإعاقة، وشنو الاسباب ديالها، وايضا مثلا يعني لي زاكسيدون دوميستيك او الحوادث اللي كيكونوا داخل البيت او لا ديال الطرقيه كتسبب طبعا الاعاقه. اذا هذه مسائل اللي نقدروا نشتغلوا عليها للوقايه. هناك ايضا الولوجيات، تعميم الولوجيات، هناك ايضا نقطه ديال التشغيل، وحنا كنشتغلوا حاليا بطريقه استباقيه، بدينا نشتغلوا مع القطاع الخاص باش يكون واحد تحديد واحد الاطار تعاقدي، او على الاقل مشروع اطار تعاقدي اللي غيتعرض طبعا على هيئات اللي غادا تاخذ فيه القرار، منها اللجنه الوزاريه طبعا اللي كترأسها السيد رئيس الحكومه. وايضا النقطه الاخرى اللي نبغي نشير لها هي نقطه ديال الانفتاح وديال الادماج الاجتماعي، باش الاشخاص في ذوي الاعاقه يعيشوا حياه كريمه مثلهم مثل جميع المواطنين. فاذا اشتغلنا تنفيذا للتوجيهات الثانيه ديال صاحب الجلاله نصره الله، ف وتنزيل البرنامج الحكومي اللي جاي كما كتعرفوا عطي واحد الاهميه كبيره للنهوض بوضعيه الاشخاص في ذوي الاعاقه. حاليا كاين 500 مليون درهم كانت في 2022 و500 مليون درهم في 2023، لكن بفضل ايضا الورش الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه في السنوات المقبله غادي يكون هاد الخدمات كلها غتمر عن طريق الورش، عن طريق الحمايه الاجتماعيه، وخاصه ان غادي يكون عندنا استهداف اكبر، وهذه هي النقطه الضعيفه، هو ما كانش الرقمنه، ما كانش الاستهداف. فبفضل السجل الاجتماعي الموحد غادي تكون واحد الاستهداف اللي غادي يمكننا باش نوفروا خدمات يعني للاشخاص في ذوي الاعاقه حسب وضعيتهم، خاصه ان بطاقه الاعاقه ملي غتخرج فيها النظام التقييم الجديد غادي يحدد هذا الاستهداف ديال الاشخاص في وضعية اعاقه. اذا باش نختم نقول بان هذه مرحله تحضيريه، غادي تقدم هذا التصور للقطاعات، هذا التصور غيتقدم ايضا للمجتمع المدني في لقاء مقبل ان شاء الله، باش يكون الاغناء ديالو والتشاور مع المجتمع المدني في افق تحضير المشروع ديال 2023 2026 البرنامج الوطني الثاني 2023 2026 اللي غادي تقدم للجنه الوزاريه ان شاء الله. وشكرا لكم. شكرا سيدي الوزير على الاستضافه، عليكم استماع.